لو انت لسه متدرب في مجال البرمجة او واحد لسه جونيور وعاوز تشق طريقك صح في مجال البرمجة، او حتى انت مبرمج بقالك فترة متعلم ونفسك تطور نفسك اكتر، الفيديو ده ليك. تعال مع بعض نشوف ازاي بدون ما تشتغل في مكان او حتى تتعلم من حد تعليم مباشر انك تطور نفسك في المجال وتحل مسائل ومشاكل زي اللي بتقابل المحترفين في المجال بالظبط. معاكم مبرمج احمد محمدي، سينيور سوفت وير ديفلوبر، تيم ليدر، سيستم كونسلتنت، وخليكم معايا وشوفوا الفيديو للاخر. في الفيديو دوت هنستعرض اتنين من اشهر مواقع تدريب المبرمجين على حاجة مهمة جدا من مهارات البرمجة، وهي البروبلم سولفينج. والبروبلم سولفينج او حل مشكلات البرمجة تعتبر من اهم المهارات المفروض تكون عندك كمبرمج. فلو انت بقى محتاج شوية خبرة او انت ما عندكش خالص، او لو انت لسه بتتدرب وعاوز تمشي صح من البداية، فنصيحة ما تفوتش الفيديو دوت وحاول تستفاد منه من كل معلومة فيه على قد ما تقدر. اولا فضلا وليس امرا، يا ريت كل واحد يعمل لايك وسبسكرايب لينا ويعلم على علامه الجرس عشان يوصله كل جديد من كورساتنا على القناه والمحتوى المميز اللي بنقدمه. ثانيا بقى، في الفيديو ده هنتكلم عن اتنين من اشهر مواقع تدريب المبرمجين، وهم هاكر رانك وإيدابيت، وهنشوف مع بعض هنقدر نستفاد ازاي من المواقع الجباره ديت عشان نقدر نوصل لليفل المحترفين. اولا موقع هاكر رانك، هسيب لكم اللينك بتاعته في الديسكربشن بوكس تحت الفيديو. تعالوا نشوف هنسجل فيه ازاي مع بعض عشان ايه نبدا نعمل الكود تشالنج. ماشي، فاحنا هنا مش شركه، احنا ناس جوب سيكرز، فهندور هنا في ساين اب اند كود وهنعمل كرييت ان اكاونت. هيبدا هنا يسالك شويه اسئله عن دخولك في الموقع دوت. هل انت هنا لي بريبير فور جوب انترفيوز، يعني بتحضر نفسك لانترفيو في الجوبس بتاعتك، يعني بتحضر نفسك انك تعمل انترفيو في البرمجه، ولا ليرن اند كومبيت ويز اذر، يعني هتتعلم وتتحدى الاخرين. ماشي، فخلينا مثلا لو انت بتدور على جوب فده استبيان يعني ليس اكثر، فاحنا مثلا نقول ليرن وكومبيت ويز اذر. هيقول لك هنا اي ام ا ستودنت ولا وركينج بروفيشنال. اول ما يفتح هنا هنشوف الكونفرميشن ايميل، هتلاقي هنا بعت لك ايميل في الميل بوكس بتاعك، كونفيرم اكاونت عشان تكونفيرم الاكاونت بتاعك، وتمام كده انت اصبحت ايه كونفيرمد، وتبدأ التشالنجز تبدأ التشالنجز بتاعتك على الموقع. الموقع هنا هتلاقي فيه ثلاثة تابس من فوق، اول واحد بريبير وسيرتيفاي وكومبيت. البريبير ده طبعا ان انت تقعد تتدرب على مثلا لغات معينه، في عندك الالجوريزمز، في الارتفيشال انتليجنس، في جافا، في سيكوال، الداتابيز، البايثون، السي سي بلس بلس، في لغات كتير. المهم لو فرضنا انك عاوز تتعلم البايثون سي بلس بلس بس، يعني انت لو عاوز تاخد سيرتيفيكيشن هتخش على التابة الثانيه اللي هي سيرتيفاي، في مثلا فيو اول سكيلز، دي طبعا هنا سيرتيفيكيت، ممكن تاخد سيرتيفيكيت في اي لغه ما. ماشي، لكن انت هنا ده تيست عشان تحصل على السيرتيفيكيت، فانت بتدخل بيانات ليك هنا اهوت لما تدوس على واحده من دولت. ماشي، مثلا لو فرضنا انت عاوز تاخد سيرتيفيكيت في جافا سكريبت، ماشي، هيطلب منك انك انت مثلا ايه تيك هاكر رانج سكيل تيست، انت بتاخد تيست في جافا سكريبت عشان يديك سيرتيفيكيت، فيطلب منك بعض البيانات الخاصه بيك عشان تعمل السيرتيفيكيت تيست ده، منها الجامعه بتاعتك ومنها بيانات تانية كتير، انت ساكن فين وكده عشان خاطر ايه السيرتيفيكيت تيست. لو هنا في البريبير ده خلينا لسه ناس مبتدئين لسه عاوزين نجرب بس، يعني ممكن تخش مثلا حاجه للبايثون هنا، ومثلا هنا عندك ال تشالنج، ماشي، جيت ستارتد ويز بايثون باي تو برينتنج تو اس تي دي اوت. اوكي، فخلينا كده نشوف مثلا، هتلاقي مثلا هنا اف الس ارثماتيك اوبريشن بايثون ديفيجن القسمه والحاجات دي، لوبس فانكشن، كل حاجه هيديك عليها تدريب. فانت لو مشيتهم واحده واحده، ماشي، ومره كتبت التدريب صح ومره كتبت التدريب غلط، عبال شوف كبير ازاي، عبال ما تخلص التدريبات دي كلها هتبقى احترفت في لغه ديت. كمان انت بقى هيقول لك بقى طلع لي هنا السولفد والانسولفد، يعني مثلا اللي انت حليته قبل كده هو اللي يطلع. طبعا انا ما حليتش اي حاجه، انا لسه عامل الاكونت ده دلوقتي. في الانسولفد دوت الحاجات اللي هي ما اتحلتش بس، السكيلز الحاجات اللي فيها بروبلم سولفنج بس هي اللي طلعها لي، الحاجات اللي فيها بايثون بيزك بس طلعها لي، حاجات البروبلم سولفنج ادفانسد بس الحاجات المتقدمه جدا طلعها لي، البايثون انترميديت اللي هو الحاجات المتوسطه المستوى يعني طلعها لي، وفي بقى هنا ايزي وميديا وهارد، وبعد كده بقى هنا الم...
المسائل هنا، الحاجات اللي عن الانترودكشن، الحاجات اللي عن البيزك داتا تايب، الحاجات عن السترينجز، السيتس، الميثود، اي حاجه كده. تعالوا بس نشوف حاجه بسيطه زي مثلا ايه، سي هالو وورلد ويز بايثون. دي ابسط حاجه ممكن يعني تتست عليها. فلو دخلنا هنا سولف تشالنج، بص انت ممكن تعمل صمت كود من هنا وخلاص وتبقى الموضوع اتحل. بس انت اساسا شايف هنا في شرح اساسا، زيرز اسامبل لاين تو كان بي اكسكيوت ان بايثون، يوريك انت ممكن تكتبها ازاي في بايثون. بس هنا طبعا هتلاقيها مختلفه لان هو شغال اساسا على بايثون 2، وبيعتمد برضو ان الناس بتستخدم فيرجنز معينه من البايثون. فاحنا لو شفت الكورس بتاعنا احنا شغالين بايثون 3، فمثلا هنا ممكن تكتب هلو كوما مثلا ايه وورلد كده، سميت كود او ران، هيقول لك ايه رونج انسر. عشان ما حطيتش علامه ال ما نيجي هنا نعمل سميت كود اهو، هيقول لك تمام السكسس، انت عملت النتيجه مظبوطه وكده انت خدت نقاط كمان في السيستم ايه بتاعنا. ماشي، في هنا بقى السبمشن، ماشي بيقول لك انت حليت كم مره صح وحليت كم مره غلط. وفي هنا لو في هنا discussions، لو انت عاوز تناقش بعض الاكواد مع بعض الناس، ماشي دي حاجه تانية. بس يعني انت كل الحاجات ديت خليها عندك ايه، خلاص ده هنا solve challenge، ده هنا allow world، ده solve، ماشي جايب لك اللي عليه الدور اللي هو if and else، ماشي وانت تفضل ماشي عليه. شوف انا خدت هنا نقاط، والرانك بتاعي بقى له رقم اهو. كل ما الرانك طبعا بتاعك عالي تقدر تخش في الكومبيتيت ديت وتقدر تعمل تشالنجز مع ناس تانيين، وتقدر ان انت يعني تبقى مشهور اكتر على الموقع ده. وطبعا في الشغل هيبقى الموضوع ده مفيد ليك جدا، يعني لو انت مشيت فيها. شوف انا هنا في البايثون قال انت عملت 35 بوينت في المجال ده، تمام كده. فتقدر ان انت تعمل يعني تشالنجز مع نفسك وتخش مثلا تخلص البروبلم سولفنج هنا او سولف تشالنجز هنا، بحيث ان انت تحس ان انت ايه تطورت في اللغه اللي انت بتختارها. وكل ما تاخد درجات هنا ممكن تربط اساسا الاكونت بتاعك ده باللينكد ان بتاعك، ودايما يبدا يابجريد في اللينكد ان. اللينكد ان طبعا هو الوجهه بتاعتك كجوب سيكر في المستقبل. بالمناسبه انت لو عايز تاخد كورس بايثون، يعني بما اننا فتحنا هنا مجال البايثون للتيست، فهتلاقي في القناه بتاعتنا كورس كامل عن البايثون. والكورس دوت من الالف الى الياء، يعني ممكن انت ما تكونش عندك اي خبره في بايثون وتبدا معانا في الكورس دوت عادي جدا جدا جدا. ده مستوى واحد، وفي مستوى اعلى منه كمان لفريم ورك للويب ديفلوبنج اسمه جانجو. وجانجو موجود برضو على القناه بتاعتنا، هم الكورسين اللي ظاهرين قدامكم على الشاشة دلوقتي. تعالوا بقى نروح للموقع التاني. هنا ده موقع ريدابت، وبرضو هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. والموقع ده عامله مجموعة من الناس الزراف اللي كانوا طلبة جامعة، طبعا هم دلوقتي ما عادوش طلبة جامعة، بس عملوه عشان ايه الناس يتعلموا عليه البرمجة ويتستم عليه، ماشي. والريجستريشن فيه سهل جدا، هتدخل يوزر نيم والايميل والباسورد وكرييت ماي اكونت، وهتلاقي نفسك عملت اكونت او ساين ان ويز جوجل او ساين ان ويز فيسبوك. اوكي، اول ما تدوس كرييت اكونت هتلاقي نفسك دخلت في مجموعه كبيره من التشالنجز. هنا في دي اللغات المتوفره على الموقع، طبعا جافا سكريبت غنيه عن التعريف، ممكن تختار جافا سكريبت، ممكن تختار سي شارب، يس ممكن تختار سي بلس بلس، جافا، بي اتش بي، بايثون. احنا عندنا على القناه كورس السويفت، وكورس البايثون، وكورس الجافا سكريبت، وكورس السي شارب، وكورس السي بلس بلس بس قديم شويه. بس يعني لو انت عاوز تذاكر الكونسبت بتاع الكود مشروح عليه الى حد ما. اوكي، كل دي كورسات موجوده على القناه. لو حبيت تراجع الكورسات ديت فيها شرح من الصفر تقريبا لوقت احترافي. فخلينا ناخد اللغه اللي هم كانوا ظابطينها اللي هي جافا سكريبت. بعد كده بتختار الليفل، فيري ايزي، ايزي، ميديوم، هارد، فيري هارد، واكسبيرت ده اللي هو اصعب حاجه. وهنا المجال اللي هو اللي انت هتشوف فيه الحاجه، في الجبرا، الجوريزمز، اري، بيج اوبريشنز، باج فيكسز، كلاسز، يعني كل المجالات ممكن تلاقي فيها اسئله، ماشي. بس انت هنا ممكن تشوف برضو واتش ديمو، لو دوست كده هيبدا يعمل لك ديمو ازاي تقدر تستخدم الموقع دوت. عامله كده اهو، في دقيقتين بس هيشرح لك ازاي تشتغل مع ادابت، ماشي. تعالوا احنا نختصر الكلام دوت ونبدا نتكلم عن الادابت بنفسينا.
هنا هو بيقول لك هايد كومبليت، لو انت خلصت حاجات هتعمل لها هايد، طبعا احنا ما خلصناش حاجه فمش هتختفي يعني. اوكي، وتعالوا هنا مثلا هاو تو ادابت وركس، سيبك منه ريتيرن سام اوف تو نمبرز، ازاي تجمع رقمين. تعالوا نخش نشوف التحدي دوت. زي ما انت شايف كده، شايفين هنا هيبدا يقول لك ايه ان نوعيه التحدي دوت، في الجبرا، في جبر، في لانجويج فانكشن فاندمنتالز اساسيات اللغه، وماس، ونمبرز ارقام. ماشي، تعالوا هوت بيقول لك ايه، بيقول لك انا عاوزك لما ابعت لك الثلاثه واثنين تبقى خمسه، وابعت لك سالب ثلاثه وسالب سته تبقى سالب تسعه، ولما ابعت لك سبعه وثلاثه تبقى ايه 10. فاذا انت محتاج ان انت لما هو يبعت لك يبعت الحاجات دي للفانكشن اديشن يحصل على الريزلت دوت. هيسيب لك شويه نوتس هنا يقول لك دو نوت فورجيت تيرن ذا ريزلت، يعني ما تنساش كلمه الريتيرن. طبعا الناس اللي خدوا كورس جافا سكريبت معايا طبعا هيبقوا الموضوع ده بالنسبه لهم سهل جدا. تعال خش الكود، كل المطلوب منك انك ترجع مجموع دوت ودوت. فانت لو عملت مثلا هنا ريتيرن مثلا ايه زائد بي، ودوس علامه اللي هي السيمي كولون، ودوس شيك، هيشيك بقى، هيبعت المدخلات دي كلها. ماشي اهو، هيقول لك ايه ان تمام، هو بعد دوت رجع له بخمسه، بعد ده رجع له بسالب تسعه وعشره وتسعين، مظبوط. ماشي، هتعمل هنا سميت فاينل، ان انت تصمت الاجابه بتاعتك، اداك خمسه اكس بي، وهنا ده فيري ايزي. وممكن بقى تخش بقى نكس تشالنج، وزي ما انت ايه عاوز يبدا يديك تشالنج في تشالنج في تشالنج في تشالنج، تقدر بيها تتدرب على الحاجات اللي انت ايه درستها في الكورسات. ماشي، هيديني هنا مثلا حاجة تانية، يقول لي انا عاوز مثلا فيكس ذا كود، تاب تو بريس معرفش ايه باجي كود، وعاوز هنا ضرب في ضرب تلاتة. ما علينا، يعني خلينا نشوف هنا ده بيقول لك ده هنا ريسورسز، لو عاوز مثلا ايه المعلومات بتاعة الكورس دي بتجيبها منين. هنا السوليوشن، ممكن تشوف في السوليوشن لو انت غلب حمارك في الحل فتقوم يعمل انلوك سوليوشن، فهيقول لك ان الاكس بي لو انت شفت السوليوشنز مش هتكسب اكس بي فروم ذيس تشالنج، فانت ممكن تقول له انلوك، فيبدا يقول لك بقى ايه الحل اهو. ماشي، تلاقي ناس كتير عاملين حلول، ماشي، وكلها حلول ايه صح. وهنا في كومنتس، ممكن تسيب كومنت تحت ايه الحل بتاعك دوت. ماشي، طبعا انت بقى بعد كده ممكن ترجع للتوتوريال تاني، وفي بقى توتوريال للجافا سكريبت والبايثون. لو دخلنا الجافا سكريبت اهوت من الاول خالص للنهايه، بس هو توتوريال مكتوب معاه مجموعه من التشالنج. طبعا هنا هو التشالنج هنا سريع، احنا ما لحقناش نكتب حاجه، ممكن نعمل كده. وهنا ايدا بيت دوت كوم وسيمي كول، وهتعمل تشيك، هيقول لك تمام انت ايه عديت الحاجه ديت. هيجي هنا يقول لك فاريبل اسمه فود، وحط فيه كونستنت انسيرت اوف بيتزا. فمثلا هنقول ايه كونست فود هيساوي سوري بيتزا، ولو دوسنا كده تمام كده، وهكذا بقى تفضل شغال، وكل ما تاخد معلومه تعمل عليه تشيك بحيث ايه تخلص المنهج بتاع جافا سكريبت كله. تمام كده اهوت، وبس يعني ده موقع لذيذ وجميل. وشوف انت اهو حلنا واحد، وطبعا لو انت مش عاوز الكومبليتد هتدوس هنا ويطلع لك ايه اللي مش كومبليتد. تمام كده اهوت. طبعا المواقع ديت هتزود خبرتك بشكل كبير جدا في مجال البروبلم سولفنج، وفي وتدربك على الكورسات اللي انت عمال تاخدها كل شويه، وهتزودك كمان لما تربط الاكونتات ديت بلينكد ان، هتزودك في الناس اللي بتدور عليك عشان توظفك في مجال البرمجه. في النهايه ليه تخش تحدي من التحديات اللي في المواقع اللي اتكلمنا عليها النهارده، وعنده مشكله فيه ممكن يسيبه لي في الكومنتس بوكس بتاع الفيديو ويسأل، وانا ممكن اساعد اي حد في اي مشكلة ممكن تصادفه، لان احنا بنساعد الناس في تعلم البرمجة عموما، فمفيش مشاكل. وياريت الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهاية بتمنى لجميع التوفيق، كان معكم مبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقة القادمة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.